الاجنبيه اللي كنا نجم تكون بياش حتى اللي كيف كيفاش كانت التحضيرات اكيد بالنسبه لينا احنا اوكي كي تشوف لي كونديسيون اللي تعدينا بهم غادي والظروف اللي كانت خاصه قبل المباراه كان ظروف خايبه برشا كي تشوف ريزلتات 0-0 تنجم تقول بوزيتيف مي من بعد كي ترجع ريزلتات هذه سيرتو وقت احنا نلعبوا لنا ريزلتات تخوف بياج دونك الحاجه اللي سيرتو اللي اكدنا عليها احنا ستاف تكنيك اذا كان نوصلوا نلعبوا بنفس الروح اللي لعبنا بها غادي بنفس الانضباط التكتيك اللي لعبنا به غادي راهو ما تخافش بلوس عندك لان الجمهور معاك دونك اذا كان موجود روح وانضباط بلوس الجمهور قدرة ربي ان شاء الله نربح المباراه ونتعداو والحاجه الثانيه الباسيونس لازم نصبروا بالباهي والجمهور زاد لازم يصبر معنا في 90 دقيقه ونجم حتى نتعداو الاكثر دونك ماذا بينا الجمهور يدز معنا ويصبر ميم طون خاطر لي بارتي هذوما يزمك برشا صبر يزمك تعرف كيفاش تتصرف معهم ليكيب باش نلعبوا لها ليكيب محترمه برشا ولكن احنا حضرنا لها حضرنا كل شيء والنادي الافريقي كيف كيف زاد عنده لاعبين محترمين برشا لاعبين حاضرين سيرتو لومبي اللي توا بالحق نشوف حتى من في ليسيون زونترينمون نشوف لي جوار كيفاش يحضروا وتشوف كيفاش كونسونتري في الخدمه دونك حاجه تبشر ان شاء الله صبر كل يوم بالماتوريتي اللي شفناها في ماتش لاندي لو كلوب دي تشيك تشد السكه نتاعها ودير نشوفوا في سوليداريتي في المجموعه اكيد بارابول الاول عام نشوفوا فما برشا تغيير ونيفو الجروب ولات لحمه واحده ولينا الناس كل عندنا اوبجيكتيف واحد ولكن مازال برشا خدمه النادي الافريقي مازال ماهيش النادي الافريقي ماهوش النيفو تاع النادي الافريقي مازال يلزمنا برشا خدمه تستنى فينا ما تعرف ماذا بينا نربحوا نتعداو باش تبدا تصلح وتخدم وانت رابح خير من تسير ديفيت ولا حاجه لا قدر الله بالنسبه لينا احنا توا لو بلوز امبورطون الماتش اللي جاي هذا لازم نربحوه ومن بعد نتعداو فما برشا حاجات باش نصلحوها كلك سوا احنا نيفو ستاف ولا الجوار بيناتهم دونك هذوك حاجات ان شاء الله مع الوقت يتصلحوا ان شاء الله مسير هو من المباراة كشوف المباراة هذه بعد النتيجة مباراة فريق محترم جدا كشوف المباراة صحيح نشوف والله مقابلة صعيبة بالنسبة لزوج فرق صحيح نتيجة 0-0 ما تعني حد شيء ما تلعب حد شيء بالنسبة لي نحن لازمنا نأكدوا غدوة قدام جماهيرنا في الملعب نتاعنا قلت ربي حاضرين كما يلزم درسنا المنافس كما يلزم نعرفوا اللي المدرب نتاعهم تونسي يعرف كل كبيرة وصغيرة على النادي الافريقي اما نحن حاطين عاقدين العزم باش نترشحوا بعد خيبة مقابلة الكاس إن شاء الله باش نعوضوا إن شاء الله الماتش كنت أفريق اللي باش يكون بالنسبة لي نحن مهم برشا الماتش هذا اللي الكمال تاع السيزون تاعي. هذولي ماتش نجم نقولوا مصاحب للجماهير خاصة كنا غاضبين عليكم في ماتش شوية الزود مع ماتش ستيف. إي أكيد هذولي الجماعة عنده الحق باش يتغشش أنا أولهم تقريبا كنت عاملي المشجع كيف نحس كما اللي حسوه رجعت السنة إن شاء الله باش نعاون باللي نقدر صحيح بالنسبة لي أنا المصالحة الحقيقية بعد الماتش الكوب هي الماتش هذا إن شاء الله الموسم باش يبدا ابارتير من غدوة إن شاء الله ونكونوا يد واحدة ونصبروا للآخر معناها نطلب من جمهور النادي الإفريقي نصبروا غدوة للآخر مش الماتش راه يدوم 90 دقيقة لازم نكونوا مركزين العباد الكل وإن شاء الله إن شاء الله نقلعوها إن شاء الله بطرة يدوري الفريق محتاج يدوري الترشح في الوقت هذا في الظروف بكل ماديا معنويا كل شيء أكيد يدوري النادي الإفريقي يمر بظروف صعيبة تحسنت بشوية بشوية على عام ناول خاطر غبت عام كامل أما حسيت السنة تطورت برشا جمعية تحسنت من نواحي الكل نطلب كان شويه صبر شويه تروشيك بالنسبه للنادي بقت ربي راهي ماشيه الاثنيه صحيحه وانا متاكد من الشيء اللي يقوموا به العباد الكل الاطار الفني والا الاداره والا مش رمي ورود اما السنه حسيت حاجه اخرى اللي الجمعيه تقدمت من نواحي الكل كي تجي تترنى في البارك حسيت اللي برشا حاجات تقدمت وان شاء الله بشويه ان شاء الله النتائج تتبع وجمهور يتابع باش نكونوا يد واحده ان شاء الله. اكيد قلت لهم انا ديجا بعد ما كملنا الترحله لي في الفيستير قلت لهم راه ما تلعب حتى شيء خاطر ديجا تعدينا عليهم الماتشات هذوما لازم تكون مركز الاخر ما تلعب حتى شيء ان شاء الله باش نكونوا واقفين مليح باش نكونوا حاضرين نحاولوا نمركيو من الاول كان جا البونت وجا ما جاش نحاولوا نركزوا ونصبروا اكثر خاطر في دقيقه تنجم تمركي وتنجم تترشح عايشه.